أشرف السيد ولي ولاية بتنا مع مدير جامعة بتنا واحد السيد ضيف عبد السلام على فعالية انطلاق السنة الجامعية الجديدة 2021-2022 بقاعة المحاضرات الكبرى. وفي هذا الصدد أعلن ولي ولاية بتنا رسميا على افتتاح السنة الجامعية الجديدة باسم ساكنة الولاية، باسمكم جميعا ولي رسميا على افتتاح السنة الجامعية 21-22. وفقكم الله، النجاح إن شاء الله يكون حليكم تحت الجزائر والمجد والخلود لشهداء الأبرار. السلام عليكم. ومن أجل جامعة آمنة وصحية، دعا مدير جامعة بتنا واحد السيد ضيف عبد السلام الأسرة الجامعية للانخراط في عملية التلقيح المستمرة. مغتنما هذه الفرصة لأحضر لكم ولكل الأسرة الجامعية وشركائنا الاجتماعيين عن تمنياتي الخالصة والصادقة في سنة مباركة من أجل جامعة آمنة وصحية، وذلك من خلال الانخراط في عملية التلقيح المستمرة. وفي كلمة مسجلة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعا الجميع إلى تجنب وبذل الجهود والمبادرات من أجل إنجاح الموسم الجامعي الجديد. وأدعو الجميع إلى التجنب وبذل المزيد من الجهود والمبادرات من أجل إنجاح الموسم الجامعي 2021-2022. وفي ختام فعالية انطلاق السنة الجامعية الجديدة، عمد كل من ولي ولاية بتنا ومدير جامعة بتنا واحد إلى تكريم الأساتذة الذين تم ترقيتهم بمصاف الأستاذية.